السلام عليكم ورحمة الله، الشباب دايرين بخير لاباس عليكم، كل مزيان، نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال، اليوم إن شاء الله غادي نبداو واحد السلسلة ديال التمارين فيما يخص الدرس ديال جيوميتري دون ليسباس، اللي هو الدرس ديال الهندسة الفضائية، كيف كتشوفون عمل سيدي حتى لكم تقريبا جميع الفقرات ديال هذا الدرس هذا، واليوم إن شاء الله غادي نبداو واحد السلسلة اللي غادي بها الوطنيات، ومن بعد ان شاء الله غادي نخدموا تمارين اللي يكونوا مختلفين على الوطنيات دونك اول تمرين غادي نبداو به هو الراتراباج ديال 2015 نبداو التمرين على بركه الله اعتبر في الفضاء المنسوب الى معلم متعمد ممنظم من او اي جي كا المستوى بي دونك هنا عندنا واحد البلون بي عطاني ليكواسيون كارتيزيان ديالو المعادله ديالو اكس زائد واي زائد زد زائد 4 كتساوي زيرو مزيان يعني اول معطى هنايا هي هو عطاني واحد ليكواسيون كارتيزيان دو واحد البلون من بعد عطاني واحد الفيلكا اس اللي هي سفير هاد الفيلكا هادي شنو عطاني لي زانفورماسيون ديالها عطانا السونتر ديالها اللي هو اوميغا واحد موان زاه موان زان وعندنا الشعاع ديالها لو غايون لغاسين ديال 3 مزيان دونك هادو هما المعلومات اللي كاينه في التمرين ديالنا، أول سؤال أحسب المسافة لا ديستونس أونتخ هاد النقطة أوميغا اللي هي المركز بارابوغ هاد بي اللي هو البلون، ياك يعني نحسبوا لا ديستونس كيف كنا شرحنا في الفيديوهات السابقة العلاقة بشكل مباشر أستنتج أن المستوى بي مماس في الكاس، يعني نخرجوا بعد لا ديستونس هي الأولى عاد ديك الساعة. اني استنتج جديد و هذاك البلان بي طونجونت مع هذيك السفير اس غادي نشوفوا كيفاش كنخرجوا الطونجونت اول حاجه بعدا نخرجوا المسافه هي الاولانيه دونك اول حاجه هنايا السؤال الاول اللي نحسبوا لا ديسطونس اول حاجه كنكتب المعطيات اللي عندي خاصني نكتب المستوى بي ليكواسيون كارتيزيان ديالو اكس زائد اي زائد زد زائد 4 كتساوي 0 وهاديك لي بوان اللي بغيت نحسب معاها المسافه لي هي اوميغا في هذه الحاله واحد موان زان موان زان وغادي نجي نحسب لا ديسطونس ديالي بشكل عادي دونك المسافه نقطة على المستوى دي ديال دي دي اوميغا مع هاد بي تساوي كندير القيمه المطلقه وكندير الجذر دونك اشنو كندير كنمشي كناخذ المعاملات ديال اكس و واي وزد هما اللي كنكتب في الجذر المعامل ديال اكس او كاري المعامل واي حتى هي باشاره ديالو او زد دونك هنا عندنا كلشي موجب واحد او زائد واحد او زائد واحد او كاري, كاري. مزيان غادي نطلع لفوق المعامل ديال اكس شحال واحد ها هو مضروب شحال في اكس ديال اوميغا اللي هي واحد عندنا هنا زائد زائد واحد مضروب في ناقص واحد زائد واحد مضروب في ناقص واحد زائد هذا الكونستانت اللي هي ربعة ونحسب الفوق عادي القيمة المطلقة واحد في واحد واحد ناقص واحد ناقص واحد زائد هذا هادشي كامل مقسم على الغاصين ديال تلاتة ناقص واحد مع واحد غادي يمشي ناقص واحد زائد ربعة اللي هي تلاتة مع هاد القيمة المطلقة اللي هي تلاتة نيت دونك كيساوي ثلاثة على جذر ثلاثة. غادي نضرب في ديال المقام اللي هو جذر ثلاثة تساوي تلاتة لغاسين ديال تلاتة مقسمة على ثلاثة. إلا اختزلت غادي يبقى عندنا لا كتساوي ثلاثة ديال تلاتة دونك دي ديال أوميغا مع البلون بي إيكال لغاسين ديال تخوا دونك هنايا خرجنا لا اللي اللي كنقلبو عليها مزيان نمشيو للسؤال الثاني قلنا استنتج ان هذاك البلان بي ماماس طونجونت مع هذا الفلك اس كيف شرحنا في الفيديوهات السابقه باش يكون عندنا واحد البلان بي مع واحد السفير اس يعني مماس خاص لا تكون كتساوي شعاع شحال عندنا ديستونس اونتر هذاك المركز مع هذاك المستوى كتساوي الغاسين ديال 3 وشحال عندي هنايا في لو شعاع هو جذر 3 يعني إذا عندنا المسافه كتساوي الشعاع دونك عندنا طونجونت نجي يعني نكتب ليه هنايا لدينا اون دي اوميغا مع المستوى بي تساوي جذر 3 تساوي ار اذا مماس لي في الكاس تانجنت يعني بي اي طونجونت اس سفير اس دونك السؤال الاول واضح نمشيو للسؤال الثاني حاول ما تضيعش النقط في هذه الهندسه الفضائيه حتى اش تطبيق مباشر للقاعده دونك نبداو هنايا في السؤال الثاني اشنو قال لي تحقق فيريفيو كو هاد لو بوين اش لي كوردوني ديالها 0 موان 2 موان 2 مالها هي نقطة تماس ديال بي مع الفي اس يعني غادي نجي نرسم ليك هاد السؤال التاني باش تفهم مزيان دونك لا كاستيون دو دونك اشنو عندنا حنايا ديجا لقينا هاديك السفير مع هاد لو بلون بي هذا هو البلون بي وهادي هي اس دونك هنا عندنا واحد طونجونت هاد طونجونت هاد النقطة سماوها هما اش اللي عندها زيرو موان دو موان حنا ما كنقلبوش على لي كوردوني ديالها لا هاد الاحداثيات ما كنقلبوش عليهم عطاهم ليا اشنو خاصني نبين غير هاد لي كوردوني ديال هاد اش هما هادو نيت يعني انت يا خاصك تمشي تبين ان هاد اش تتنتمي لبي وفي نفس الوقت تتنتمي لاس ياك يعني اول حاجه هنايا هاد اس اشنو عندها عندها هنايا اوميغا وعندها لو غايون هو ار يعني الى عندنا الفيلكا مع اس عفوا الفيلكا اس مع البلون بي يعني الطونجونت اشنو كيعني كي فهاد اش اشنو كيعني كي كيعني هذيك المسافه من اوميغا حتى ل يعني اش يعني اوميغا اش راه كتساوي ار حتى هنايا هو الشعاع يعني انت غادي تمشي تبين ان اش تنتمي للمستوى بي انطلاقا من هاد المعادله تعوض هاد لي كوردوني هنايا وتلقى كيساوي زيرو وفي نفس الوقت باش تبين ان كتنتمي لهاديك الاس خاصك تبين المسافه اوميغا اش تتساوي آخر صافي يعني هذه الطريقه الاولى اللي غادي نديرو اسهل طريقه هي هذه دونك اول حاجه غادي نبينو ان هاد اش تنتمي لبي يعني مونتري كو او que اش P لنبين ان اش تتنتمي لبي نكتبو ليكواسيون كارتيزيان ديال بي بي اكس زائد Y زائد زد زائد ربعة كتساوي زيرو بالنسبة ل عندنا اش زيرو هي دي ديال أصل غادي نجي نعوض هاد الاحداثيات ديال اش نعوضهم هنا خاصني نلقى كيساوي زيرو دونك هنا عندنا واحد في زيرو زائد واحد في زيرو في موان دو عفوا زائد واحد في موان دو, دو زائد أربعة تساوي إلا تساوي صفر خاصني نمشي يكافئ دونك واحد في صفر لي هي زيرو هنا واحد في ناقص جوج ليا ناقص جوج واحد في ناقص جوج ليا ناقص جوج زائد ربعة شحال كيساوي هادشي ناقص جوج ناقص جوج هي يعني ناقص ربعة زائد ربعة كيساوي زيرو وأصلا هنا عندنا زيرو يعني دونك هنايا أش تتنتمي لبي إذا هاد النقطة كتنتمي لبي غادي نمشي نحسب أش لا ديسطونس أوميجا أش خاصني نلقاها كيساوي أر أه. أشنو هي لا ديسطونس أوميجا أش أوميغا أش تساوي تندير الجذر أس اثنان زائد أس اثنان زائد أس اثنان دونك اشنو هي اوميغا اش هي اكس ديال اش ناقص اكس ديال اوميغا دونك شحال عندنا اكس ديال اش زيرو وبالنسبه لاوميغا نكتبها هنايا اللي هي واحد ناقص واحد ناقص واحد ونجي دونك زيرو ناقص واحد اللي هي ناقص واحد ناقص جوج ناقص مع ناقص هي زائد ناقص جوج زائد واحد لي هي ناقص واحد ناقص جوج ناقص واحد لي هي زائد واحد لي هي ناقص واحد ونحسب تساوي ناقص واحد أوكاري واحد ناقص واحد أوكاري واحد ناقص واحد أوكاري هي واحد ، دونك واحد زائد واحد زائد واحد هي تلاتة ، دونك شحال في, أغ في لغاية. كتساوي تلاتة. يعني هادي كيساوي يعني اش بين نستنتج بيتنستنتج ان عفوا ان اش تتنتمي لاس طونكو هاد اش تتنتمي لاس وعندنا هاد اش تتنتمي لبي وعندنا هاد اش هي نقطة تماس يعني اش كتنتمي لهم بجوج يعني بينا نكتبو هنايا دونك اذا اش اللي عندها 0 موان دو

اولا ب دابا عاد نمشيو للسؤال بالنسبه للسؤال رقم جوج عطاني واحد البوان ا عندها جوج واحد واحد وعطانا الـ واحد البوان بي واحد واحد وقال لي تحقق ان او ا برودوي فيكتوريال جداء متجه او بي كساوي اي ناقص جي ناقص آه. ك اول حاجه هنايا كيف سبق لي شرحت في الفيديو السابقه جزء المتجه كيكون ساهل اول حاجه نخرج المتجه او ا ونخرج المتجه او بي دونك بالنسبه للمتجه او ا اكس ديال ا ناقص اكس ديال او كنعرفوا ان او هو ما او يعني في التمرين او ما يعطيكش او شحال كتساوي و راه فيها زيرو 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 بلا ما تحتاج انك تسول على الاحداثيات ديال النقطه او راه باينين فيهم زيرو يعني المتجه الفيكتور او ا بتبقى هي النقطه ا حيت كندير ا ناقص او و اصلا فيها زيرو يعني بتبقى عندنا ا يعني بيبقى عندنا اوميغا ا هي البوان ا دونك شحال عندنا البوان ا هي دو واحد واحد لا ميم شوز بالنسبه ل او بي كتبقى عندنا هي بي واحد زيرو واحد ونجي نحسب هنايا الجداء المتجه او ا برودوي فيكتوريال او بي كيساوي كندير واحد الخط هنايا الخط هنا كندير هنايا اي جي ورد البال الترتيب بديتي ب ا ها هي او ا دونك جوج واحد واحد أو بي. واحد زيرو واحد تساوي كنجي كندير اي واحد جوج ديال الخطوط هنايا ناقص جي حتى هي كذلك زائد ك حتى هي كذلك واشنو كنكتب هنايا كنمشي ديال اي كنغطي ديال اي بحال ما كاينش ديال اي بقى عندنا جي واحد زيرو واحد واحد نمشي لجي نغطي ديال جي جوج واحد دو واحد و ان و غادي نمشي لكا نغطي ديال كا جوج واحد واحد زيرو بقات لي المرحله النهائيه كنجي كندير الحساب دونك اي ناقص جي زائد ك ونحسب شويه عليا من الفوقاني واحد في واحد واحد ها ناقص القاعده واحد في هي زيرو غادي نمشي جوج في واحد ليه. جوج ناقص واحد في واحد هي إيه واحد ك جوج في صفر هي إيه صفر ناقص واحد في واحد إيه واحد ونحسب عادي دابا دونك واحد ناقص صفر إيه واحد في اي هي اي جوج ناقص واحد هي إيه شحال إيه واحد واحد في جي هي إيه ناقص جي ها ناقص واحد إيه ناقص واحد في كا هي ناقص كا اشنو حسبنا العزاوي هنايا حسبنا او ا او بي شحال عندي في التمرين او ا او بي اي ناقص جي ناقص ك احنا خرجنا دونك نتمنى السؤال الثاني يعني يكون فو يعني كنقول لك ما تضيعش النقاط في الهندسه الفضائيه كيكونوا التمارين ساهلين تطبيق مباشر للقاعده نكملوا السؤال ديالنا استنتج ديدويغ كو هاد ليكواسيون هادي اكس موان ايكغيك موان زيد كتساوي زيرو هي المعادلة الديكارتية ديال المستوى او ابي دونك آه هاد ليكواسيون هي ليكواسيون كارتيزيان ديال هاد المستوى او ابي دونك هاد المستوى او ابي شنو هي المتجهة المنظمية ديالو هي هادي اللي حسبنا هنايا دونك غادي نجي نكتب هنايا اون او ا متجه او بي عموديه على المستوى او ا بي يعني منظميه ولدينا اي اون نكتب الاحداثيات ديال او ا جداء متجه او بي اما نكتبهم بحال هكا اللي يعني عندي في التمرين ولا ديون بين قوسين دونك المعامل ديال اي واحد ناقص جي ناقص زي هي واحد دونك هذه هي المتجهه المنظميه دونك نخرجوا ليكواسيون كارتيزيان وتولي عندنا او ا بي جوج ديال النقط واحد في اكس اللي هي اكس ناقص واحد في واي ناقص زد زائد دي كتساوي زيرو هاد الكونستانت كنخليها باش كنعوض هاد الكونستانت كناخذ واحد النقطه اللي كتنتمي لهاد المستوى اما او ولا ا ولا بي النقطه السهله هي او دونك هنا عندنا او تنتمي ل او ا بي هذا يكافئ ان هاد لي زيكس ولي زيد باش كيتعوضو بيتعوضو بزيرو يعني عندنا زيرو ناقص زيرو ناقص صفر زائد دي كتساوي صفر يعني دي ايكالا زيرو نرجع نعوض هنا يعني بيولي عندي او ا بي او ا بي بيعطينا اكس ناقص ايكغيك ناقص z تساوي صفر وهذه هي ليكواسيون كارتيزيان اللي عندنا هنايا في السؤال ا جزئيات هي هذه يعني هذه ليكواسيون اللي خرجنا هنايا هي هذه هنايا دونك السؤال با باين نمشيو للسؤال الموالي ب ثانيا ب ثانيا نشوفوا هنا شنو قال لي حد التمثيل بارامتري ريبريزونطاسيون بارامتر ديال واحد لا دغوات دلتا هاد لا دغوات دلتا خاصنا نعرفوا جوج الحوايج واحد النقطه ومتجهه موجهه اللي كتسمى الفيكتور ديريكتور دونك هاد المستقيم دلتا من واحد النقطه اوميغا مزيان هي اللي لقيناها واشنو عمودي على المستوى او ا بي طونكو إلى عندنا واحد المستقيم عمودي على مستوى أو ولا واحد المستوى كيف ما كان، صافيودير هذيك المتجهة المنظمية يعني فيكتور نورمال ديال هاد البلان بي ولا البلان كيف ما كان سميتو، تولي هي الفيكتور ديريكتور ديال هاد لادغوات، دي يعني أنا أصلا ديجا عندنا المتجهة المنظمية اللي هي أو أ بي واحد مواز 1 ناقص واحد، أشنو هي هاد هي المتجهة المنظمية إلا كان عندنا متجهة منضمية ديال واحد المستوى دي بي، وكان هذا المستوى عمودي على هذا المستقيم يعني لي عندي هذه هي المتجهه الموجهه دونك غادي نجي نكتب هنا اون او ا بي الجداء المتجه ديال او آ بي عفوا عموديه على او ا بي يعني هذا المتجه عموديه وعندنا اي اون هذاك او ا بي عمودي على دلتا اشنو كيعني يعني, يعني ان او ا جداء متجه او بي اللي عندها واحد ناقص واحد ناقص واحد بتولي عندي هي الفيكتور ديريكتور يعني متجهه موجهه دو دلتا يعني متجهه موجهه للمستقيم دلتا واشنا اخر عندنا عندنا هذاك المستقيم كيمر من واحد النقطه هي اوميغا اي اون اي اون اوميغا اللي عندها واحد ناقص واحد ناقص واحد واحد ناقص واحد ناقص واحد تنتمي لهذاك المستقيم دلتا دونك هنا خرجنا التمثيل البارامتري غادي نجي نخرجو هنايا بيكون عندنا دلتا عندنا هنا ينخرج يعني التمثيل البارامتري إكس كتساوي إيكغيك إيكال زد إيكال عندنا بها هنايا واحد ناقص واحد ناقص واحد وهاديك المتجهة المنظمية هي واحد ندير زائد واحد في تي اللي هي تي ناقص واحد في تي اللي هي ناقص تي وناقص واحد في تي هي ناقص تي تي دو هذا هو التمثيل البارامتري ديال هاد لا دلتا دونك سؤال عادي غادي نمشيو للسؤال الاخير اللي هو جيم سي دونك شنو طلب مني هنايا في هذا السؤال الاخير رد البال حدد مثلوت احداثيات كل نقطه من نقطتي تقاطع المستقيم دلتا مع الفيلكه يعني في هذا السؤال الاخير قال لي هذاك لاغوات دلتا مع هذيك الفيلكه كيتقاطعوا وفق نقطتين يعني مثلا نسمي هذه ا ونسمي هذه او باش من يعني يكونش في التمرين يعني نسمي هذه او ونسمي هذه اف ياك هذ جوج بيت نحدد لهم لي ديالهم باش نخرج هاد الاحداثيات ديال هاد النقط اللي هما التقاطع بين اس مع هاد لا خاصني كنمشي نحل النظمه ديالاش بين هاد التمثيل البارامتري مع ليكواسيون كارتيزيان ديال هاد الفيلك اس يعني غادي نجي هنايا ندير دلتا اكس تساوي واحد زائد تي اي ناقص واحد ناقص تي <applause> زد كتساوي ناقص واحد ناقص تي ما ننساش تي تتنتمي لإخ غادي نجي نطول هاد اللام واحد شوية غادي ندير هنايا إس دونك إس ما عندناش ليكواسيون كارتيزيان ديالها ولكن عندنا معلومات عندنا مركز وعندها شعاع يعني غادي نجي ندير هنايا إكس ناقص إكس ديال أوميغا اللي هي واحد هاي أس إثنان زائد إيكغيك ناقص إي ديال أوميجا اللي أصلا فيه ناقص واحد بيولي عندنا هنايا زائد واحد أس اثنان زائد زد ناقص زد ديال أوميغا اللي فيها ناقص واحد بيولي عندنا هنا زائد واحد أس اثنان تتساوي إغ أس اثنان شحال عندنا إغ الغاسين ديال تلاتة يعني غاصين ديال تلاتة أو كاري هي تلاتة من بعد شنو كندير في هذا النوع ديال النظمات كنعوض إكس و وزد هنايا يعني إكس تعوض هنا إيكغيك كذلك زيد كذلك باش نلقى لفالوغ ديال تي و نرجع نعوضها هنايا، دونك غادي نجي نحسب هنا عادي، إكس هي واحد زائد تي، دونك واحد زائد تي ناقص واحد بيمشي ليا واحد مع ناقص واحد، يبقى عندنا تي أو كاري هادي، زائد إكغيك بتعوض بناقص واحد ناقص تي، دونك ناقص واحد تاهي بتمشي مع زائد واحد بيبقى عندنا ناقص تي أو كاري. زائد زائد بتعود بناقص واحد زائد تي وناقص واحد بيمشي مع زائد واحد بيبقى عندنا ناقص تي أو كاري ناقص تي أو كاري شحال كيساوي هادشي كيساوي تلاتة دونك نحسب عادي هادشي تي أو كاري هاهي زائد ناقص تي أو كاري لي هي تي أو كاري حيتاش المواه مع أو كاري باتمشي كذلك هنا ندير تي أو كاري كتساوي تلاتة غادي ها نجمع هادشي بعثني تلاتة تي أو كاري كتساوي تلاتة دونك تي او كاري كتساوي واحد الا عندنا تي او كاري كتساوي واحد اشنو كيعني كي ان تي كتساوي واحد و تي كتساوي ناقص واحد دونك لقينا ان تي كتساوي واحد ولقينا تي كتساوي ناقص واحد غادي نجي نعوضها في التمثيل البارامتري اشنو غادي ندير غادي نعوض تي كتساوي واحد هنايا نخرج النقطه الاولى اللي هي او ونعاود نعوض النقطه الثانيه نعوض اللي هي تي كتساوي ناقص واحد نعاود نعوضها في التمثيل البارامتري باش نلقى لقاء اف دونك داكشي اللي غادي نمشيو نديرو هنايا دونك هاجي نخليها قدامي دونك غادي ندير هنايا تي ايغال ان أه. يو اشنو كاين غادي نمشي للتمثيل بارامتري غادي ندير اكس ايغال ايغريك ايغال ايغريك ايغال زد ايغال دونك غادي نمشي لاكس شحال عندنا اكس واحد ها هي زائد هاد التالي هي واحد بيعطينا جوج ي ناقص واحد ناقص تالي فيها واحد لي هي ناقص واحد هي ناقص جوج نمشي ناقص واحد ناقص هي ناقص واحد لي هي ناقص جوج دونك النقطة الأولى مثلا أو لي عندها جوج ناقص جوج ناقص جوج ها هي النقطة الأولى إلا كانت كتساوي واحد إلا كانت تي كتساوي ناقص واحد سي تي إيكال يكافي أن نجي لهنايا و نفس القضية إكس كتساوي إكغيك إيكال زد إيكال دونك نرجع هنايا عندنا إكس فيها واحد ها هي هاد شحال فيها ناقص واحد ها هي ناقص واحد تساوي زيرو هنايا عاوتاني إكغيك ناقص واحد ها ناقص واحد ناقص تي فيها ناقص واحد معاد ناقص بتولي زائد واحد تساوي زيرو زد ناقص واحد ناقص تالي اصلا فيها ناقص مع زائد ناقص هي زائد تساوي زيرو دوك النقطة اف شحال فيها زيرو 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 دونك هادو هما الاحداثيات ديال هاديك لو بوين اللي كيتقاطعو ليا بين دلتا والفيلكا اس هما هادو يعني كتمشي كتحل نظمة عاديه بين التمثيل البارامتري مع هالكواسيون كارتيزيان ديال الفيلكا وعوض اكس هنايا وواي هنايا وزد ك هنايا وخرج عادي اما تلقى بحال هاد يعني هذه المعادله ولا تلقى معادله من الدرجه الثانيه اللي هي هذا الشكل خدمها بدلتا وخرج عادي إلى لقيتي عندنا دلتا موجب كاين عندنا جوج النقاط دلتا كيساوي زيرو عندنا نقطه وحده الى لقيتي دلتا نيجاتيف صافي ما عندناش تقاطع وفي هذه المرحله الشباب غادي نكونوا كملنا هذا التمرين اللي آه هو الوطني 2015 كان معكم الاستاذ يوسف نتمنى الشرح ديال هذا التمرين الى الاعجاب ديالكم ما تبخلش عليا بواحد لايك واشترك معايا في القناه وبارطاجي مع الماكسيموم ديال اصحابك نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع تمرين جديد اللهم يسر